قطرات من الماء هو باش يقص نعاو قصدو هكا. هذا هو وضعنا 63 يوم وحنا بالطريقة هذه نخزر السباب الراكبة لانستالاسيونات راكبة وما فما حتى شيء. تدخل داخل في الدار مأساة هذيك تكتر، تدخل تواليت، تدخل لاحد كوجينا مأساة. احنا حتى في رواحنا، في رواحنا ولت ريحتنا ديما عرق. واحد صور انت سيف لاحد يسحق باش يدوش باش ينظف باش حاجة، فما شيء غياب تنظيف تماما. يرجعون الماء لا هين لا هين اجتمعوا في القهاوي هذا الليل جبت لنا شتي لا بر العشيه ها التو موديت والماء ما تمش لا ما عنديش ماج نجي لجاري هذايا كثرت له معناها الواحد يحشم على روحه نهار العيد الصباح ندور بدون كي نمشي نتكلم على رواحنا يقول لك يرجعوها كي شويه ذيك مثلا هون كي العباد مشت وتكلمت وبعد انت تروح تفرح بالماء ونقول لك قصو. نشرب هاني نجي نهز البيدين هذا ظل نساعد ولدي حتى غسل دباش ما ندورش بيه. نتمقت نفد نخش نطلع للكوجينة كذا الواحد ما عندوش ماذا اللي كاين على اعصابي تقولي معناها كاين ضربتني ما نعرفش اش عملت لي ما نعرفش نفد منها الحكايه كذا الماء مش موجود. اذا عم الجحيم هذا ما يتحملش تحملوش للصغار الكبار. ولا الواحد حتى نفسانين مش مرتاح لا في دار ولا في حتى شيء، واللي نعملوا في حلول وحدنا حلول جزئيه باش نقوشي كيفاش نرجعوا الماء. ناس ولات تجيب اللح بستيرنا نتاع اللح نكرو في اللح باش نجيبوا استيرنات للمجن باش نعبوا الماء. ناس صرف اخرى تهز بالبيدن، تصور انت في عصر توا في 2019 ونهزوا مازال نهزوا بالبيدون، مازال البيدون توا هذا باش تدخل انت توفر به للحياه نتاعك في دارك ما عادش فما فيها حوايج هذه تفسد كل شيء. ولينا نتأقلموا بالصيف رغم أنه نحن قاعدين نخلصوا في خدمات للصناد هذية نخلصوا في خدمات بالفارغ.